شوف شوف لا حول ولا قوة الا بالله. شوف شوف عاوتاني شوف ها انا عاوتاني الناس اللي كيتعصبوا الناس اللي كيتهرسوا لهم التليفون ها هو جا. شحال انا كنتسنى في هذا السي يوسف انتي شحال انا كنتسنى فيه واخيرا حضر. تعصبتي ضربوا مع الارض عصبك شي واحد ضربوا مع الارض طاح لك ضربوا مع الارض حتى هو هذا ما كتشوفوها في الانترنت الخوت في دول الاخرين ها انا عاوتاني الهونور اكس 9 بي راح ليكم عليه واحد الريلز على الديبار ما عرفتي تليفون بمعنى الكلمه ما كيتهرش ما كيتهرش وبتجربه الشركه ديال الهونور كتحدانا قرب اوروج قرب زيد هنا ديال واحد الحاجه بعد عامين ديال الكاروطي دي. انا تليفون اللهم بارك خليه جنبا بوشيطة اوريجينال شارجور 35 واط اللهم بارك كابل تيب سي تليفون باقي كيجي معاه الزيات ديالو. اول حاجه كتاثرك اخويا في التليفون هذا هو الديزاين غنعطوك 10 على 10 كاين شي حاجه اكثر من 10 على 10 12 على 10 شوف اللهم بارك هذا سيدي منجل. بالنسبه للتليفون فيه ثلاثه ديال الالوان كاين هذا اللون هذا وكاين هذا اللون هذا وكاين النوار عشاق ديال الكحله الخضراء كاين حتى هو. شوف هنايا كاميرا جينا مدوره هيا دايره شوف واحد السيركل كاين هنايا بحال ضرب شي رولكس في يدك تبارك الله تليفون كبير هنا مضرب بالذهبي هنايا ديزاين تبارك الله زوون. بالنسبه للتليفون واحد الحاجه فيه زوونه انه ما كيتهرش وما كيتهرش ديال بصح شوف انا ما كيتمرقنش بس باش يتشاد شوف ها هو الشيء شي عليك انا اي لا حول ولا قوه الا بالله فين هو بالك شي تهراس ما كاينش شي تهراس كيجينا التليفون 256 جيجا في ستوكاج و 12 جيجا في الرام يقدر توصل لسيدي حتى 20 جيجا في الرام. المعالج ديال التليفون هذا سناب دراغون 6 جينيراسيون 1 4 نانومتر اذا التليفون ما كيكونسوميش وما كيسخنش زائد الباتري ديالو كيجينا ب 5800 ملي امبير وكيتشارجا ب 35 واط اذا التليفون كيشد لنا لاشارج وكيتشارجا دغيا. والكاميرا هنا كاين ثلاث الكاميرا ديزاين كما شفتوا الكاميرا الاساسيه كتجينا ب 108 ميجا بيكسل الثانيه كتجينا ب 5 ميجا بيكسل والثالثه كتجينا ب 2 ميجا بيكسل. بالنسبه للتليفون الخوت واخا تشوفوا كبير راه خفيف واحد الحاجه نوصيكم الخوت التليفون راه الا جاب الله طاح لك مثلا كنت سيدي بغيت تبدل التليفون ديال ودار بحال هكا راه ماشي تهز منطلقه وتضرب به وتبغي تنيه انك تهرسو لا صاب الله كاع طاح لك كيما هكا وتهرس لك راه الشركه عطاك في لافيشور عطاك 6 شهور ديال الضمان تهرس لك كتصاوبو فابور والتليفون عطاك فيه عامين ديال الكاروطي اذا التليفون تيقين فيه الشركه تيقى في التليفون بزاف ملي كتعطيك عامين اذا ثقه زائد غادي نجربو دابا سيدي فهاد الله يسهل انا خارج يا سيدي فرش شويه برا اسيدي كنهضر جا شفار كاع اسيدي طرب غير يطرق لك التليفون وطاح التليفون راه باقي كيف ما هو راه قلت لكم كتكون من ثلاثه طبقات في هاد لافيشور هادي كاميرا اللهم بارك حتى هي واخا يطيح لك ها هي الكاميرا ديالها لا حول ولا قوة الا بالله شوف شوف عاوتاني شوف الله التليفون ما كيتهرش اصاحبي ما كيتهرش عرفتي هادي بحال شي تصرفيقه ما نجربوه في الموطور يلا تاع التليفون اخويا شي والله راني ندخل فيك شوف العلاقه ديال الهونور واش بصح ولا ماشي بصح سير اخويا الله اخويا ما نحلفش اي اي الله يلا خدام اجي انا خدام ولا ما خدامش والله يلا خدام عادي ما يتسالش هذا خنقول لك كتصنف من اقوى التليفونات دابا حاليا راه ما كاينش شي تليفون الخوت اللي ما كيتهرش باش يجيبوا لك الهونور تليفون تيقين فيه عطيك ضمان ديال 6 شهور وعامين ديال الكارونتي هنا وما كيتهرش اصاحبي نعاود نطيح نطيح ها شوف شوف ها هو خدام ودابا اجي ندخلو للمعقول قلت لك المواصفات ديال التليفون هذا الميزات اللي فيه واعرين ما كاين حتى شي حاجه تبارك الله شوف ما كاين حتى شي حاجه خايبه في هذا التليفون وجي دابا تسمع تليفون الهونور اكس 9 بي 5 جي بهاد المواصفات شحال الثمن 3900 درهم 3900 درهم الا بقيتو عاقلين الخوت على اكس 9 ا راه كنا كنبيعوه بشحال 3800 درهم ولكن هاد المره فهاد اكس 9 بي
زيدي المواصفات، زيدي المميزات والصح والعمل هذه المره. غافي شو اللي كاينه في البي ماشي اللي كاينه في الأ، ولكن الفرق ديال الثمن ماشي بزاف. زائد الناس اللي جاو شركه الهونور عطاك سيدي جيفت، الجيفت الثمن ديالها بوحدها دايره 300 درهم اخويا. الناس اللي جاو خداو الهونور اكس بي اكس 9 بي غياخذوا هانا مضلة شتا هادي هانا ان شاء الله مضلة كيفاش دايره اللهم بارك شتا هادي شتا ماشي ديال الطوموبيل هادي راه شتا هادي شتا زين هاد اللعيبه هادي هادي راه تيرموس خلي الحاجه سخونه ولا بارده وهادي غتعجب العيالات غندوي معاك من الاخر كيعجبهم هاد التويشيات هادو والله حتى كيعجبو العيالات هاد التويشيات هادي السوق معلم والله حتى كيعجبهم هاد اللعيبه راه هاد الباكينه بغيتي تاخذو عندهم وغتال بالفرصه